انا نزيد نقول لك حاجه اخرى اللي تمس بزاف، وهو من بعد خطيط عفن تاعي كاينش ما كان احتجاج ابدا، ومع ذلك نعرف شخصيتي احتجاج ما كانش، والا جالس ديك في هذا عمر مو. الانسان الوحيد اللي يتكلمها في لاسومبلي هو يتحمل، قال قولوا لي كيفاش سي محمد القوى عليه القبر، يجي يسيب انسان نعرفه من المناضلين تاع بورزواريج راح البنزين اللي راه الان مسؤول نتاع الباكس كان مدير نتاع الجيري بيبليكا، قال له غير دير راه خطوه في الطريق، قال له خويا هذه مساله شخصيه ما بين بعضها. يعني هذا يوريك يعني المستوى اللي صار فيه هذاك الغموض الموجود هذاك الوقت، وانا فهمت قضيه باللي ان الشعب الجزائري والاطول نتاعو الحيه ما بقات لهم حياه في هذاك الوقت، الانسان اللي ما يدافعش وما يحتجش على مسائل كما هذه هذا يقبل غدوه يكون، وهذاك السيد هذاك المرض قال لكم الشيوعيين عضو الله هذه ولا لكم القمع راكم تلقاو حتى واحد يدافع عليكم. هذه وعلى بالكم باللي اغلبيه من الشعب الجزائري دار عليا سمح فيا، دخلت في الحبوسات، خمس حبس في اربعه في الجزائر وواحد في 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 فرنسا، اغلبيه من الشعب الجزائري سمح فيا ومن حقهم. وهنا اللي شفت واحد الحاجه، على بالكم باللي الجزائر معروفه على جل النيف، انا نظن باللي النيف تاع الجزائر قبض الطياره من الجزائر راح لدكار، لانه الشعب السنغالي بين العالم كومبلي باللي عمره ما يسمحش في انسان اللي يمثل الامال تاع الشبيبه تاع بلادهم، جامي سمحوا في عثمان سونكو. انا لا غالب على بالكم، انا على بالكم كيسرالي اسرائيلي كيما يوغورتا، على بالكم يوغورتا، على بالكم شو اللي خدعوا ولا لا يوغورتا، نسيبو يسموه بوكوس، هو كان ملك تاع موريتانيا، هو اللي خدعوا وباعوا الروما. على غالب حنا في التاريخ تاعنا عندنا الناس يخدعوا، في الوقت الروما يوغورتا بوكوس هو اللي خدع يوغورتا، الزعيم يوغورتا الله يبارك، 7 سنين هو كان يحارب في 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 روما، ومن بعد تكفارين اسفاني 7 سنين هو يحارب في روما، ومن بعد شفتوا وصرا مع الامير عبد القادر. لا غالب الخدعه في الدم تاع الشعب الجزائري، لا غالب الدم تاعنا مديور كيما هاك، من في اي عائله تسيب واحد يخدع خوته ولا خواتاته. مشكل تاع التاريخ تاع الجزائر، يعني نبداو حاجه بالقوه ما شاء الله بصح ما نكملوش. شوفوا واش صار يوغورتا، بدا ما قدرش يكمل، شوفوا واش صار مع تاكفاريناس، بدا ما قدرش يكمل، كوسيرا بدا ما قدرش يكمل، شوفوا امير عبد القادر بدا ما قدرش يكمل، شوفوا الناس اللي داروا الثوره تاع 54، على بالكم بلي اغلبيه منهم كاع ماتوا، شوفوا واش صار مع حسين تحمد، دا الحسين مسكين 50 سنه هو يحارب باه يدير الديمقراطيه ودوله القانون في الجزائر ما قدرش. يعني شاب جزائري في الديماراج تصيبو بصح كي تبغي واحد يكمل المهمه تاعو ما يصيبوش. يعني وسرا يوغورتا ولا تاكفاريناس ولا مي عبد القادر ولا يتحمد صرات لي انا فاني، بصح ما صراتش عثمان سونكو في السنغال، لانه في السنغال الشعب كي يدير ثقه في واحد يبقى معاه الى النهايه. صافي في الجزائر اون لي سبيشاليست دو كومونسمون، مي بور ابوتير كيلكو شوز un projet, une révolution, il nous reste beaucoup de travail à faire.